مشاهدينا، ومعنا عبر الهاتف نائب رئيس مجلس مفوضي العقبة السيد شرحبيل ماضي. أهلا بك سيد شرحبيل. سيد شرحبيل، يعني أبرز ما جاء في اجتماع اليوم وأيضا تفاصيل الخطة التشغيلية للمثلث الذهبي. يعطيك العافية سيدي. الله يعافيك. طبعا تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. تم في خلال الاجتماع استعراض الخطط اللي تم وضعها بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية، وزارة الصحة وجهات أمنية، لإعلان منطقة المثلث الذهبي منطقة خضراء. طبعا بنفس الوقت تم استعراض الخطط التشغيلية والخاصة بتسويق المنطقة سياحيا واستثماريا. تم استعراض كافة الخطوات اللي تم إجراءها خلال العام الماضي وخلال هذا العام والخطط المستقبلية حتى نهاية العام. كان في هناك يعني تجاوب كبير من صاحب السمو الملك الأمير الحسين فيما يتعلق بحركة السياحة الداخلية وتشجيعها والبرامج السياحية اللي راح تعمل على ترويج المنطقة وإعادة النشاط كما كان عليه. بفضل من الله سبحانه وتعالى إحنا في العقبة الخاصة استطعنا أن نصل إلى مستوى تقريبا 65% من نسبة إعطاء اللقاح إلى أبناء المجتمعات المحلية والقطاعات. القطاع السياحي بالتحديد والقطاع الاستثماري كانت نسبة التطعيم فيه تزيد عن 90%، وهذا كان أكبر مؤشر وأكبر عامل على إعطاء الحكومة المبرر لإعلان المنطقة منطقة خضراء وإعادة فتح القطاعات بشكل كامل وبنسبة 100% إن شاء الله. نعم سيد شرحبيل، يعني بخصوص الخطط التشغيلية التي تم وضعها، يعني أنتم كسلطة كيف يتم الترويج أيضا للعقبة يعني وباقي المناطق كمناطق آمنة وبائيا أيضا للسياحة، وأيضا ما دوركم في هذه الخطط الموضوعة؟ سيد الكريم، السلطة كانت هي خلينا نحكي يعني تقود هذه العملية كاملة، أولا من خلال التعاون مع كافة الأجهزة، وفي نفس الوقت كان في هناك خطة ترويجية وخطة إعلامية للترويج لهذه المنطقة، وفي نفس الوقت إيصال الرسائل بأن هذه المنطقة اعتبارا من 1/7 تصبح منطقة نوعا ما الدخول إليها مشروط ببعض يعني ببعض الاشتراطات. هذا كمان كان في له بالطرف الآخر عدد من النشاطات الترويجية والتسويقية من خلال استقطاب المروجين والبلوجرز والإعلانات، وبنفس الوقت البرامج التلفزيونية اللي كانت تظهر بشكل دائم للإخوة المواطنين، واللي الآن يعني أصبحوا على قاب قوسين من التطبيق، وبنحكي إحنا 1/7 بنحكي عن أقل من 6 أيام لبدء التطبيق. نعم هذا محليا سيد شرحبيل، لكن عالميا كيف يتم أيضا الترويج للمنطقة؟ سيد الكريم، عالميا خلال الأزمة الكورونا والجائحة لم تنقطع جهود التسويق والترويج، ويعني استمرت السلطة وهي تشريط السياحة بالتسويق وإرسال الرسائل بالخطوات والإجراءات التي تتم في المملكة، وهذا اللي أعطى يعني مبرر لكثير من وكلاء السياحة والسفر والسياحة يعني الانديفيدجوالز اللي هم الأفراد إلى العودة فور فتح الحدود والمطارات بشكل كامل ضمن طبعا الاشتراطات اللي تم إقرارها من لجنة الأوبئة. وإذا بنلاحظ الآن يعني شوارع عمان، شوارع العقبة الفترة، هناك أعداد مقبولة من السياحة الأجنبية اللي بدأت بالتوافد وبرحلات العارضة اللي بدأت بالنزول إلى المطارات الأردنية وخصوصا مطار الملك حسين. نعم إذا كنت معنا عبر الهاتف من العقبة نائب رئيس مجلس مفوضي العقبة سيد شرحبيل ماضي، شكرا جزيلا لك.